للمزيد ينضم إلينا من لارنكا مفدنا أشرف سعد، نفصل معك المعلومات لديك حول عمليات النقل التي تبدأ أيضا من قبرص، والتي أعلنت أيضا هيئة البث الإسرائيلية عن 300 طن، وبالإضافة لما أعلنته أيضا السلطات الأمريكية أو تحديدا القيادة الوسطى الأمريكية عن العمل اللوجستي والقدرات لهذا الميناء العائم لإيصال المساعدات إلى القطاع. اسمحي لي في البداية أن أشير إلى أننا هنا على سواحل لارنكا في قبرص، أقرب نقطة من سواحل الاتحاد الأوروبي إلى سواحل قطاع غزة، تقريبا 320 كيلومترا تفصل بين هنا وبين سواحل قطاع غزة، وبالتالي فنقل المساعدات من هنا إلى قطاع غزة هي الطريق البحري الأقصر. السفينة تستطيع أن تقطع المسافة تقريبا في 24 ساعة أو أقل قليلا، والسفن التجارية الضخمة المحملة بالمساعدات انطلقت بالفعل يوم أمس، واحدة تابعة للاتحاد الأوروبي وأخرى تابعة لبريطانيا، بالإضافة إلى سفن أخرى تابعة للولايات المتحدة، وذلك في إطار المبادرة الإنسانية الدولية التي تشارك فيها أيضا وبدعم قوي دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا الميناء الأمريكي المؤقت ينقسم إلى قسمين، هناك جسر عائم تصل إليه السفن البحرية الضخمة وتنقل حمولتها من المساعدات إليه، ثم بعد ذلك تنقل إلى سفن أصغر، هذه السفن قادرة على حمل الشاحنات التي ستحمل عليها المساعدات، ثم تصل إلى الجسر الثابت المثبت إلى شاطئ قطاع غزة، ومن هنا تصعد الشاحنات إلى هذا الجسر وتصل إلى شاطئ قطاع غزة، حيث تنقل إلى مخازن غالبا سيتولى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عملية حفظ هذه المساعدات وتوزيعها على المحتاجين إليها في قطاع غزة. مبدئيا حمولة أو قدرة هذا الجسر على العمل تقريبا 90 شاحنة يوميا، يتوقع أن يتزايد هذا الحمل ليصل إلى 150 شاحنة يوميا، وهو نسبة ضئيلة جدا من المساعدات التي يحتاجها القطاع. لذلك أكد معظم الشركاء العاملين في هذا الجسر أنه ليس بديلا عن المساعدات المقدمة عبر الطرق البرية، ولكنه مكمل لها، ودعوا أكثر من مرة سواء الولايات المتحدة أو بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي، دعوا إسرائيل لعدم فرض أي قيود على دخول المساعدات عبر معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم لتوسيع دخول المساعدات وتقديم ما يحتاجه القطاع حاليا سواء من المساعدات الغذائية أو من المساعدات الطبية. نشير هنا أيضا إلى أن بريطانيا أرسلت من خلال مساعداتها التي تمر عبر هذا الجسر المائي الكثير من الخيام ومواد الإعاشة ومواد النظافة الشخصية التي يحتاجها القطاع ويحتاجها سكان القطاع بشكل عاجل في هذه الفترة. من لارنكا شكرا جزيلا مفدنا أشرف سعد.